الآن لا حديث يعلو فوق حديث النهائي المرتقب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي يقام غدا في الساعة 6:45 بتوقيت غرينتش. رونالدو استبق المباراة النهائية بتصريحات قال فيها أن الناس دائما ما يضعونه في مقارنة مع نجم ليفربول محمد صلاح، ولكنه أكد أن كل منهما مختلف عن الآخر. لا، نحن مختلفون تماما. صلاح يلعب بقدمه اليسرى وأنا ألعب بقدم اليمنى. أنا طويل وهو قصير بعض الشيء. أنا ألعب ضربات رأسية والناس يريدون مقارنتي بلاعبين آخرين. أنا مختلف عن اللاعبين الآخرين، وكذلك محمد صلاح مختلف عن اللاعبين الآخرين. محمد صلاح رد على تصريحات رونالدو، استمعوا معي ماذا قال مو. أنا قلت قبل كده لما بتكلم عن رونالدو وميسي، ناس في التوب ليفل ده في السنين كتيرة، فده هم قدروا يحافظوا على المستوى بتاعهم ده. أنا أطمح إن أنا أحافظ على المستوى اللي أنا فيه ده لسنين كتيرة جدا. لكن زي ما هو ما قال، هو بيلعب رجله اليمين أنا بلعب برجلي الشمال. الماتش اللي جاي ماتش فاينل، إحنا الاتنين مركزين، كله مركز عليه يكسب البطولة. ده أهم حاجة بالنسبة لنا، إن هو عايز يكسب البطولة وأنا عايز أكسب البطولة. فانا كل واحد بيتعب من وجهه نظره وعايز يكسب البطوله، لكن اللي اقدر اتكلم فيه ان انا ابقى مركز جدا الماتش الجاي عشان اقدر اساعد الفرقه ان احنا نعمل حاجه كويسه ونكسب البطوله ان شاء الله.